هو سياسة التجهيل التي يعتمدها المخزن وهي تدريس التاريخ المزور. فيرجى النظر في هذا الأمر لأنه أمر هام يتم فيه كل العرقلة وكل التجهيل للشعب المغربي وسياسة الحقد واستحواذ أراضي ليست من ملكه. فأنا أحيي الدولة الجزائرية، نحن مع دولتنا شعبا وحكومة على استقلال هذا أخواتنا الصحراء، وشكرا. Yeah.
دورة لغا قمت لغا دفاع لغا قعدت ملكتنا لغا قعدت ملكتنا لغا ما سلمنا ما كان وادت دولتنا شكرا.